السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامجكم الإذاعي أثير الحرم والذي يتهادى لمسامعكم. يقدم لكم فريق عمل البرنامج أرق وأعذب التحايا. من خلف الميكروفون محدثكم باسل نحاس، ومن الإخراج محمد خياط. مستمعينا الكرام، تزخر الرئاسة العامة بالكثير من الإدارات التي تعمل جاهدة لتوفير الخدمات للحجيج والمعتمرين والقاصدين، ومع تنوع هذه الإدارات لا يسعنا جهدا إلا أن نسلط الضوء عليها. وفي هذه الحلقة نتحدث عن إحدى هذه الإدارات وأكثرها أهمية داخل المسجد الحرام. مستمعينا الكرام، نتحدث عن إدارة الجنائز، وأهلا وسهلا بكم. وحدة الجنائز تابعة لإدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام تحت مظلة الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال، وتعنى بخدمة الجنائز وذويهم منذ وصولهم للمسجد الحرام وحتى مغادرتهم من أطراف ساحات المسجد الحرام. الحمد لله عدد الموظفين يزيد في موسم الحج. عندنا الآن رسميين 3 موظفين، والمتعاقدين 15 مستمرين على مدار العام، ولدينا 4 متعاقدين لموسم الحج. آلية العمل تكون بالتنسيق مع المقاصد في منطقة مكة المكرمة بتسجيل حالات الوفيات التي يراد الصلاة عليها في المسجد الحرام، تسجل في نظام الجنائز بالموقع الرسمي للرئاسة، وبالتالي يتم توفير خدمات النقل بتجهيز عربات الجولف لنقل الجنائز وذويهم من أطراف الساحات الشرقية إلى داخل المسجد الحرام بمصلى الجنائز الواقع بباب إسماعيل من الداخل، والذي تم تهيئته مسبقا بتوفير السجاد وتوفير عبوات مياه زمزم وتطهير المصلى وتعطيره وتأمينه، بحيث يخصص لذوي الجنائز فقط. وكذلك يتم الإشراف على الشاشات الإلكترونية والتي بها محتوى توعوي وإرشادي لذوي المتوفين كيفية الصلاة على الجنائز وأحكامها، تعرض للمشيعين في المصلى. وكذلك بالتعاون مع بقية إدارات الرئاسة كإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام وإدارة سقيا زمزم وإدارة الأمن بالمسجد الحرام، وبعد أداء صلاة الجنائز على المتوفين يتم إعادتهم وذويهم إلى أطراف الساحات الشرقية عن طريق عربات الجولف، وبذلك تنتهي مهام الوحدة وتتكرر العملية في كل فرض بنفس الطريقة. أسأل الله أن يعيننا وإياكم لخدمة هذا البيت العظيم وخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه. وما الآن ننتقل إلى فقرة معلم ومعلومة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب فيكم في معلم من معالم المسجد النبوي، وهو المحراب النبوي الشريف. بداية القبلة إحنا مكانت إلى البيت المقدس، صلى عليه الصلاة والسلام من الجهة الشمالية، وهي طبعا الداخل من باب جبريل، بعده على يده اليسار من جهة الروضة أول عمود، فنلاحظ خامس عمود من جهة الروضة، فهذا بالنسبة موقع أول بداية المحراب التحول للقبلة لبيت المقدس. ثم عليه الصلاة والسلام لما صلى إلى بيت المقدس صلى تقريبا حوالي 17 شهرا، ورواية أخرى عند مسلم رحمه الله 16 شهرا، تحولت القبلة لبيت الله الحرام، فصلى عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين عند الإسطوانة الموجودة الآن في الروضة، وهي إسطوانة عائشة رضي الله عنها. ثم تقدم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام إلى المحراب النبوي الموجود في الروضة حاليا، فصلى بهذا الموقع طبعا بداية في تحول القبلة عند اسطوانة عائشة رضي الله عنها تقريبا 3 أشهر وقيل عدة أيام، ثم تقدم المحراب النبوي الموجود الآن في الروضة. فهذا المحراب اللي موجود الآن حاليا وضع في 888 هجرية كما مكتوب بالخلف في عهد السلطان المملوكي النصر أشرف قايتباي
وهو في عام 1384 هجرية تقريبا، ثم بعد ذلك تقريبا في 888 هجرية 1483 ميلادي، ثم رمي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله في عام 1404 هجرية. هذا المحراب اللي يصلي فيه الآن الإمام في المسجد النبوي، ويسمى المحراب النبوي الشريف. هذا بالنسبة للمحراب اللي موجود الآن في الروضة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل لفقرة طبابة حاج. توجه أخي الحاج لأقرب مركز صحي في حالة اشتداد الألم أو حدوث مضاعفات أخرى. احمل نوتة بها بعض أرقام المستشفيات القريبة وأرقام الطوارئ كالدفاع المدني والإسعاف والشرطة وغيرها في حالة الحاجة إليها. يجب على الحاج العناية بكيفية حفظ الأدوية خاصة في الجو الحار للمشاعر، ويوجد في الأسواق حافظات صغيرة يمكن حفظ الأدوية فيها. أعزائنا المستمعين، إلى هنا وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم بمشيئة الله تعالى غدا في حلقة أخرى. يقدم لكم فريق عمل البرنامج أرق وأعذب التحايا من الإشراف العام سلطان المسعودي، ومن التنسيق عبد الله الراجحي وعبد الرحمن الأنصاري، ومن الإعداد عمرو بالقاسي وهشام الخياط. في أمان الله.